صحيح، رأيك في تشيرت الأهلي بقى كابتن الجديد؟ والله فروقها كويس، اي حاجه في النادي طبعا. شفت نادي الاهلي يعني لا قوي هو جدا. انا تشيرت جميل، وإن كان طبعا بعض الـ 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 يعني في ناس بتعترض على إنه بتشال منها بعض الحاجات، طبعا الفكرة دي مش هتغيب على الإدارة، يعني إدارة عايزة كل التفاصيل الدقيقة اللي بتبقى فيها تاريخ النادي تبقى محطوطة على التيشيرت، لكن طبعا في طبعا أمور بتختلف وفي تعاقدات بتبقى مختلفة، وبالتالي أكيد ليهم سبب واضح في بعض الأمور ممكن تبقى بتحصل في التيشيرت، لكن هو تيشيرت شيك وتيشيرت جميل اكيد يا إن فاروق، شاء زي ما الله. انت قلت في ماركت، في حاجه اسمها ماركت، في حاجه موجوده هي اللي بتقدر تسبونسر، موجود في حاجات كلها حسابات، احنا مش جوه الكواليس، بس احنا بنتكلم عن تيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي باي حاجه هو اللون الاحمر ده، فانا احمر بس كده. طبعا انت حتى لو من غير اي حاجه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي طبعا يعني بيكفي عن اي حاجه. فنتمنى زمان ان شاء كابتن الله. احمد يعني البحث عن اللعب اكتر من البحث عن شياكه التيشيرت، فاكر احنا كنا بنلبس تيشيرت واسع والله يا قوي، فاروق انا فاكر كنت انت؟ بلبس تيشيرت عادي جدا، وخلي بالك الرقم بتاع وبعدين يا كابتن عاشور ده اكس لارج، اقول له يا كابتن ده اكس لارج، يقول لي هو كده عاجبك مش لا ده هتلعب، انت بص بقى يا انت فاروق، حر. كمان ده احنا كنا نلبس تيشيرت افريقيا حسب انت متعيد رقم كام، يعني انت متعيد رقم 30 في الكشف ولا رقم 30، رقم 4 بالظبط. تلبس رقم 4 اجباري. فالدنيا اختلفت دلوقتي، يعني صح الدنيا صح اختلفت في كل حاجه موجوده. احنا مش بنتكلم عن التيشيرت ولا حاجه، تيشيرت النادي الاهلي غالي وكبير فاي صح حد يعني. الموضوع اللي انا شايف الضجه الفتره اللي فاتت، يعني بص انا من ضمن الحاجات اللي شايفها اللي سبوت على النادي الاهلي مثلا في موضوع كهرباء، ما في موضوع كهرباء الناس عماله تتكلم، راجل رجع منتظم مطلعه شهاده مثلا التيشيرت بتاع النادي الاهلي. يا جماعه لسه لازم نتكلم في الحاجات المهمه، سيبنا من الحاجات الفرعيه اللي هي ممكن عايزه تاثر او تعمل مناوشات. طب انت ايه موضوع كهربا كابتن، شايفه ازاي؟ هو اصلا يعني اللعيب موجود بيتمرن بشكل طبيعي، بينتظر يعني ان العقوبه تتشال من عشان يكمل مع النادي الاهلي، ما فيش يعني ما فيش ادنى مشكله، ما فيش هو مشكله في بص الاخر، فاروق في الاخر النادي الاهلي يعني يعني بيدفع فلوس في لعيب، وبيتمنى ان اللعيب بيديله على قد الحاجه اللي هو عملها يعني دفعها، لان احنا دلوقتي في عصر احتراف في الاخر يا كابتن. طبعا يا فاروق، ايا كان الاسم خلي بالك. احنا بنتكلم، انا معاك يا فاروق، بص انا معاك في كل حاجه. انا بتكلم انت لعيب محترف لازم النادي الاهلي يستفاد منك. فانت هو راجل اشتغل الفتره اللي فاتت شغال بشكل كويس منتظم بشكل ما، بس انت طبعا خلي بالك يا فاروق، مش تحكم المواقع او الناس اللي موجوده او اي حد مثلا ليه غرض تاني اللي هو عايز يعمل لك تشتيت. دي خلي بالك من ضمن الصعوبات اللي ممكن اللعيب المصري يقابلها، لو هو ركز في الصحافه او ركز في السوشيال ميديا. يعني انت مثلا انت طول ما انت مركز معاهم مش هتنفع، مش هتنفع تركز، يعني مش صحيح هتنفع تركز معاهم، هتلاقي نفسك في دنيا مختلفه. صحيح كمان انت راجل تتكلم دلوقتي، الفتره اللي فاتت كانت مؤثره معاك، اللي انت مشاركتي بشكل اساسي كان في مشاكل، لازم انتظم الفتره دي وارضى على الناس داخل الملعب. فانا صحيح بتكلم لا، هو في الفتره اللي فاتت في كلام كتير، فانا عايزه هو ينتظم، هو لاعب كويس لازم ينتظم، ولازم يشتغل مع النادي الاهلي، ولازم يمشي في السيستم بتاع النادي الاهلي يا فاروق. زي ما انت عارف النادي الاهلي السيستم لازم انت اللي تتاقلم عليه، مش هو اللي هيتاقلم عليك، صحيح عشان لو انت ما تاقلمتش عليه مش هيبقى ليك مكان. وشفت اكتر من كده، مثلا واحد صالح جمعه لعيب مميز بس ما يقدرش يتاقلم، يبقى بره النادي الاهلي. النادي الاهلي موجود، هو اللي باقي، واستاذ النادي الاهلي هي اللي موجوده، فانت لازم تطبق حياتك كلها على كده. طيب خليني اسالك بقى سؤال كابتن، هرجع لبطوله افريقيا تاني، دوري ابطال افريقيا، هل بتشوف ان الاهلي والزمالك في دوري ابطال يقدروا يوصلوا المباراه النهائيه، ولا هيلاقوا صعوبات بالنسبه ليه التواجد لنهائي او التواجد في نهائي قرن اخر يا كابتن؟ بص يا فاروق، كل يوم الكوره في افريقيا اتطورت بشكل كبير جدا، زي ما انت شايف حتى المنتخبات الافريقيه، كل المديريات الفنيه من ناس من بره، من المانيا، من ايطاليا، من بلجيكا، كل المنتخبات حتى الانديه كمان. فانت كل يوم في جديد، يعني في تطور كبير في كره القدم. فانا شايف ان الكوره مش مالوش حسيبها في اول لقاء، لا انت الجولات اللي جايه في ناس كتير بتاعها بيعلى بشكل كبير مع المباريات اللي جايه في الدور الثاني وبعد كده الدور الثمانيه ودور الاربعه، في فرق كده، في فرق بطولات. فانا بتكلم دلوقتي النادي الاهلي هيقابله صعوبات، والنادي الزمالك هيقابله صعوبات، هيقابله صعوبات، ولازم خلي بالك يكون شخصيه اهم حاجه، شخصيه اللعيب وهويته اللعيب ودماغ اللعيب، تفكير اللعيب نفسه اللي هو عايز يعمل من اللقاء. انا ممكن لعيب انزل عايز اتعادل، ممكن لعيب عايز، انا لازم يكون انت عندك 2000% اللي انت لازم تكسب. فالنادي الاهلي هيقابله صعوبات، هيقابله صعوبات، الفرق الثانيه بتدعم، بتدعم، كنت لي على كده انت عندك اتحاد مريستيري ده بعيد بقى له فترات من فترات الكوره في سنه اهو كسب ووصل في الدوري، في الدوري التونسي بشكل مميز جدا. كان عندك النجم الساحلي، عندك الترجي، شفت حد من الاستري هو الموجود دلوقتي، فانت الدليل على الناس دي بتبتدي تشتغل، كل نادي بيحاول يطور من نفسه. صحيح صحيح كابتن احمد، انا بشكر حضرتك ودايما يعني